يعني اللي عمل المعهد هو مش معهد، هو مركز تدريب. مركز التدريب يتضر، انا ما عنديش مشكله معاه لان هو مخالف بيضر للقانون. الطالب طبعا وبيضر انا بقى اللي بيفرق معايا الطالب، هل ما فيش اجراءات؟ يعني القانون دايما بنتكلم في حاجه اسمها روح القانون، ما فيش اجراءات تقدر تحتوي هذا الطالب وتضمه بعد كده لحته تانية تستفيد منه؟ خلينا يا استاذ مصطفى نقول حاجه، نقول اللي انا بيهمني في الاول في الاخر وهدفنا الاساسي هو المواطن المصري المريض. مين اللي هيقدم المريض الخدمه؟ عشان كده احنا عمالين نقول ايه، شروط قبول واختبار نفسي. انا ما عنديش مشكله بس انا بتكلم في الطالب. انا الله يكون في عون الاب اللي بيدفع مصاريف وبيستدين وبيعمل. هو لازم بقى اللي انا عايز اقوله ايه، علشان الاب لازم يكون واعي هو والطالب، مهم جدا يسال ده معتمد، ده ليه تكليف، ده ليه ترخيص، ده مسجل في النقابه، مهم جدا مهم جدا. ما اروحش انا الاقي اي حد حاطط يافطه او عامل اعلانات انساق وراه، لا ده في مواصفات وشروط لقبول طالب التمريض زي طالب الطب بالظبط. انا مش هضحي بحياه المواطن عشان اراضي الاهل واراضي الطالب اللي ضحك عليه، لا انا بوعيهم. هي نقطه مهمه انه قبل ما ابتدي التحق باي كليه او معهد او اي ابتدي اسال واشوف اصلا المكان ده معتمد ولا مش معتمد. وفي نفس الوقت كمان مهم جدا انه يبقى دايما متابعين ايه المعاهد دي اللي بتبقى موجوده اللي ممكن يعني يسهو على الاهالي او اولياء الامور ان هم يدفعوا مبالغ على فكره كبيره طبعا جدا. طبعا طبعا. وممكن يعني طبعا مش عارفه ايه ظروف ان ده ممكن يحصل، فكره حتى يمكن اختبارات حتى هذه الاماكن لو ممكن تبقى تابعه لوزاره الصحه لو فيها المعايير للقبول او لا، يعني يقدمه طبعا يقدمه اللي شايف ان هو فيه، وخصوصا ان اتحط كمان فعلا لما لقينا الموضوع ده منتشر جدا اتحط معايير لانشاء اي معهد بمصروفات تابع لوزاره الصحه. طيب خلينا نرجع لنقطة تانية حضرتك ذكرتيها واستوقفتني الحقيقة، فكرة اختبار القدرات والاختبارات النفسية، و يعني دي نقطة مهمة جدا لأنه الممرض أو الممرضة بيتعرضوا لضغط نفسي رهيب، ويمكن هما كمان بيبقوا التعامل الأول والمباشر مع الحالات الأصعب، مش هقول الحالات الصعبة، الحالات الأصعب. هل يجب انه يكون الطالب او الطالبه او المتقدمين عامه لازم يكون عندهم مثلا معايير معينه، ولا ممكن يبقى في تدريبات جوه تاهيل نفسي حتى للمتقدمين دول؟ هو لازم في الحقيقه التاهيل النفسي وبعض المواد بياخدوها اللي هي مهارات التواصل واخلاقيات المهنه، وعلى فكره بعد كورونا كمان بدانا نعمل كورسات عن الدعم النفسي للفريق الصحي، ده مهم جدا طبعا. ما انا يعني انا دايما اقول ايه المريض ونعمل دعم نفسي للمريض، طب المقدم الخدمه اللي بيشوف حالات صعبه طبعا. طول الوقت محتاج برضو ان احنا نقلل من ضغط العمل عليه كمكان عمل. يعني في الحقيقه مهم جدا في الاختيار، احنا اكتشفنا حالات بنقول فيها بعد الاختبار النفسي الطالب ده متسرع بس ممكن نقومه، لكن في بعض النتائج لا ده ما ينفعش يخش مهنه التمريض خالص. وفي بعض الناس لا ده عنده استعداد. مين اللي بيجري هذه الاختبارات يا دكتور؟ احنا عندنا لجنه في الحقيقه فيها اخصائي نفسي وفي اخصائي اجتماعي وفيها يعني اللجنه مجلس بقى اداره المكان نفسه. لكن الاخصائي النفسي والاجتماعي ده مهم جدا جدا، وده اللي وافق عليه معالي الوزير في الحقيقه ان هو يتطبق على كل معاهد مصر ومدارس مصر السنه دي ان شاء الله. ايه الفرق بين الممرض ومساعد الممرض والممرض المعالج؟ انا ما عنديش حاجه في مصر اسمها ممرض معالج، تمام، ما فيش حاجه اسمها كده، بس ده لكن موجود في مرة. مساعد، لكن في مساعد ممكن، لكن عندي في مصر لا، لكن في مصر مساعد اداري خدمات صحيه، مش عايزين نقول مساعد ممرض. أوكي. ليه بقى؟ لان مساعد ممرض ده ممكن من المعاهد الخاصه يطلعه لي ويروح يشتغل ممرض في القطاع الخاص المستشفيات الصغيره اللي مش معروفه. فخلينا نقول مساعد اداري خدمات صحيه. مساعد اداري خدمات صحيه بيعمل ايه بقى؟ بيشيل كل العبء الغير فني من على عاتق التمريض، الكشف المش بمعنى عارف. بمعنى التمريض بيحتك يعني. احتكاك ايوه اعمال سكرتاريه اكتر، الممرض بيحتك احتكاك مباشر بالمريض. مساعد اداري خدمات صحيه هو يساعدني لو انا هعمل كير للمريض هيساعدني فيه. محتاجه خدت عينات هيوديها المعمل هيجيب لي النتائج هيصرف لي طلبيات وهكذا، بدل ما انا اضيع وقتي كممرض واسيب المريض اللي محتاج لي واقضي كل الحاجات دي، هو بيشيل من عني العبء ده وانا بتفرغ تفرغ كامل للمريض للعنايه التمريضيه المباشره.